موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن تكون هناك خطة زمنية تتم متابعتها أسبوعيا، سواء لأعمال الإخلاء أو التعويضات، وكذلك مشروعات التطوير التي تتم بالمجتمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، مشددا على ضرورة عدم السماح بأي بناء مخالف بالجزيرة، وأن يتم التعامل بحسم مع أي محاولة لإدخال مواد بناء بهدف البناء المخالف. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق. كما كلف رئيس الوزراء بسرعة استكمال صرف التعويضات للمستحقين وفق الخطة الزمنية المقررة لإنهاء كافة التعويضات المستحقة، مؤكدا اهتمام الحكومة بمواصلة تنفيذ المخطط العام للتطوير بالجزيرة ضمن جهود الدولة للنهوض بالمناطق غير المخططة وتزويدها بمنظومة متكاملة من الخدمات بما يخدم أهداف التنمية المستدامة. تهيب الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم والحصول على كرت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم. كما تهيب بضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء والمقرر انتهاء العمل به بنهاية شهر يونيو الجاري، حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية، كما سيتم منحهم مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 من سبتمبر المقبل، على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات. وعقب انتهاء المهلة النهائية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد. تهدف مبادرة جيل جديد إلى بناء أجيال من قاطن المناطق الحضارية الجديدة على حب الوطن والفخر بالإنجازات التي يزخر بها وثراء معالمه وتاريخه التي تحرص وزارة الداخلية على أن يتعرف عليها ويتباهى بها، بل ويسهم مستقبلا في مسيرة البناء والتنمية. الملتقى الخامس لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة استضافته السويس أرض الصمود والبطولات على مر التاريخ، إحدى بوابات مصر الشرقية التي تفوح من رمالها دماء الشهداء وتتميز بتعدد الموانئ ووجود الصناعات البترولية، وذلك في إطار مبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية، بعدما حققته المبادرة من نجاحات في مراحلها السابقة في تعريفهم بمعالم وإنجازات الوطن، والتي تأتي استمرارا لدور وزارة الداخلية الفاعل في الاهتمام بهم والارتقاء بثقافتهم وتعميق الانتماء الوطني لديهم. تم اصطحاب الشباب في جولة تشمل معالم مدينة السويس المتنوعة وفي مقدمتها النصب التذكاري الذي يخلد ذكرى الشهداء. انطلقوا بعدها إلى ممشى أهل السويس بطبيعته الساحرة كأحد المقاصد الترفيهية لأهالي المدينة والتي أنشأتها الدولة حديثا في إطار تطويرها، واستمتع الشباب بزيارة كورنيش قناة السويس والتي تخللها مشاهداتهم لإحدى النقاط التي عبر منها الجيش المصري وقام بتدمير خط بارليف في انتصار أكتوبر العظيم. منطقة اللسان كانت إحدى نقاط العبور القوية اللي قواتنا المسلحة عبرت في خلال ساعات 4-5 ساعات وعدوا الناحية التانية. تحية كبيرة لقواتنا المسلحة الباسلة اللي هي بتحفظ مصر في كل وقت. لما تشوف أبطال حزين يحمو يبنوا اليوم الدين. كما قاموا بزيارة المتحف الأثري بالسويس كأحد الإنجازات على مر الأجيال التي سطرها المصريون بسواعدهم قديما وحديثا.
طبعا احنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة اللي اهدافها قدرت ان هي توصل لمحافظات مصر، وبنشكر جهود وزارة الداخلية في ان هم بيقدروا ان هم يعملوا تواصل ما بين الاولاد دول والاماكن الثقافية. انا شفت اثار بلدنا وحاجات انا ما كنتش اعرفها وطوروا من تفكيري، وانا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه. بجد مبسوطة جدا لان عرفت معلومات كتيرة جدا عن مصر القديم وقريتها بنفسي، وكمان شرحوا لنا واستفدنا معلومات كتيره جدا. تضمنت فعاليات الملتقى في شقه الثقافي توزيع قصة بعنوان أنت البطل، والتي تؤكد على أن البطولة الحقيقية في نفع الإنسان لنفسه وأصدقائه وبلده وأسرته، ونشر الطاقة الإيجابية والسعي لتحقيق الحلم. وهذه القصة كانت محور نقاش وتفاعل في إحدى المحاضرات. أي حلم كان بدايته فكرة، وانت كنت الفكرة، فكرة البلد تكبر. عشان كده خدناكم في كل الملتقيات، والنهاردة بنكمل ده وبنفرجكم على المشاريع القومية، المشروعات القومية اللي بتقابلنا، المشروعات دي بتاعتك انت اللي هيحافظ عليها انت. القصة دي علمتني اللي لازم أن يبقى عندي هدف، ولو ما عنديش هدف فأحلم وأسعى واجتهد لغاية لما أوصل لحلمي. القصة دي كمان علمتني ان مهما كانت المشاكل او الصعوبات اللي هتواجهني في تحقيق الهدف، لازم اتجنبها وتخطاها عشان اوصل لهدفي، وهي دي البطولة الحقيقية. حرصت وزارة الداخلية على اصطحاب هؤلاء الشباب الى مبنى الهيئة الاقتصادية للعين السخنة، حيث تم تعريفهم بالامكانات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات في ظل المناخ الجاذب لهذه الاستثمارات. اسم ابراهيم حسن ابراهيم من حي اهلنا واحد، وعايز اعرف انتوا اشمعنى اخترتوا المنطقه دي بالذات عشان تبنوا فيها هذه المصانع؟ قناه السويس دي قلنا بيعدي منها كل سنه قد ايه؟ 26,000 سفينه. هل نسيبهم يعدوا وخلاص، ولا نعمل مصانع في المنطقة اللي حوالين قناة السويس وننميها بدل ما هي صحراء، ونعمل استثمارات ونشغل الناس ونجيب دخل أجنبي من بره، ويبقى فيه عندنا صادرات أكتر من الواردات؟ الكلام ده متوفر عندنا في المنطقة الاقتصادية، إن إحنا المنطقة بتاعتنا 455 كيلومتر مربع، عندنا من أول ميناء السخنة لحد بورسعيد كل قناة السويس في حضن الهيئة الاقتصادية. اللي شفناه النهاردة عرفنا قد إيه إن كان مهم إن يكون عندنا قناة السويس الجديدة. تضمنت فعاليات الملتقى جولة للطلائع داخل منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري المصرية الصينية تيدا مصر، وهي نموذج للتعاون المشترك بين البلدين في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات. شمس جديدة ورايا ترفرف جوه قلوبنا وفي دم مصر. أشكر كثيرا لوزارة الداخلية يعطينا الفرصة لتعريف على منطقة تيدا لشباب مصرية. يعني منطقة تيدا تعاوني هو نموذج تعاوني بين حكومتين، حكومة صيني ومصري. ولأن المنطقة لديها إمكانات تصنيعية واقتصادية واعدة وبها العديد من الصناعات، فقد قام الشباب بجولة داخل مصنع جوشي مصر للألياف الزجاجية، والتي تجسد آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التي تحرص عليها مصر. بكرة نضحي علشان مصر ونوفي جميلها طول العمر، أجيال طلب مصر جديد. نشكر وزارة الداخلية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشريفه تنظيم هذه الزيارة لنا، وده بيتيح الفرصة للأفراد مهما كان أعمارهم مختلفة إنهم يعرفوا مدى التطور التكنولوجي والصناعي اللي وصلت للدولة حاليا. شفنا شركات كبيرة وشفنا شركات المصانع تفيد مصر وتفيد اقتصاد بلاد مصر، وبجد احنا فخورين جدا اللي احنا يعني لينا وفي شرف كبير اللي احنا في مصر في حاجة زي كده. وجولة أخرى بمصنع مايديا إيجيبت، وهي مشروعات قومية لتعريف هذه الأجيال بما تتمتع به مصر من إمكانات تصنيعية كبيرة ذات أهمية للاقتصاد الوطني. لما تشوف أبطال حافين يحمو يبنوا.
فخور جدا ان احنا بدأنا نسد الفجوة ما بين اسئلة الشباب اليومين دول والاطفال البلد بتعمل ايه، وما بين ان احنا نجيبهم على ارض الواقع يشوفوا زي ما عبرنا عشان نحافظ على الارض، عبرنا كمان عبور اقتصادي عشان بلدنا دي هتبقى في حتة تانية. وشملت الجولة منطقة مبنى موانئ دبي العالمية داخل ميناء العين السخنة، حيث قاموا بجولة داخل الميناء للتعرف على طبيعة عمله وأهميته الاقتصادية، والذي يمثل انعكاسا للمناخ الجاذب للاستثمار الذي تنعم به مصر. لما تشوف أفضل حزين يحمو يبنى اليوم الدين. اللي بيحصل النهاردة في مصر شيء جديد من نوعه. احنا ما بقيناش بس بنبني حجر ولا صخر ولا مباني، احنا بنبني بني ادمين، وبنبدا من الطفل. التربيه الصح والتعليم الصح هو اللي بيطلع اسس صحيحه ودوله صحيحه. نشكر مبادره سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادره الجميله والرائعه لتكوين الشباب، مبادره جيل جديد. والحمد لله احنا في موانئ دبي حبينا الفكره هاي، والدعم من رئيس المجموعه الاخ سلطان بن سليم ان نطور الشباب، وكيف نقدر نتعاون مع المبادره هاي ونطور الشباب يكونون ان شاء الله جيل قوي وحاضر يبني مستقبل مصر في المستقبل الجديد. كما تم تنظيم محاضرة لهم لشرح أبعاد عمل الميناء ودوره المهم في تداول حركة الحاويات والبضائع. وخلال فيديو موجه من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، أثنى على المبادرة التي تعد استثمارا في شباب مصر، كما عبر عن فخر المجموعة بالتعاون مع مصر ودعمها لتكون مركزا للتصنيع بالمنطقة. أتقدم جزيل الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لدعمه ورعايته الكريمة لمبادرة كلنا واحد، وإلى وزارة الداخلية على هذه الدعوة الطيبة. ويسعدني أعلن اليوم أننا سنقدم منحا دراسية جامعية لأفضل 10 طلاب من أبناء المبادرات الجديدة جيل جديد، ومن خلال هذه المنحة الدراسية ستقوم مجموعة موانئ دبي العالمية برعاية هؤلاء الطلاب في الجامعة وتسويلهم بالفرص التدريبية بعد تخرجهم. باسمي وباسم زملائي في مبادرة جيل جديد أتوجه بالشكر لحضراتكم على حفاوة الاستقبال اليوم للمبادرة التي تنظمها وزارة الداخلية بالرعاية الكريمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإن شاء الله نكون كلنا واحد في جيل جديد. وتم توزيع هدايا تذكارية من المجموعة على الشباب. أنا كل مرة ببقى حريص إني أشارك في المبادرة لأن بشوف فيها مصانع ضخمة وطرق وكباري. المرة دي في السويس أنا شفت مصانع وشفت مواني وشفت شركات بتقول إن مصر يبقى لها مستقبل كبير، وإحنا يبقى لنا دور في المستقبل ده، وإن شاء الله هنحافظ عليه. عشان مصر ونوفي جميلها طول العمر. على هامش الملتقى تم تنظيم محاضرات تثقيفية للشباب حول أهمية المشروعات القومية التي قاموا بزيارتها وتعريف الأجيال الجديدة بها وكيفية الحفاظ على هذه الإنجازات. ايه أهمية المشروعات القومية اللي هنشوفها في مصر؟ الدولة المصرية بتكتب بحروف من ذهب قصة نجاح المشروعات القومية اللي هتنقل الدولة من مكان لمكان إن شاء الله أكبر وأكبر، وتبقى مصر أم الدنيا وقد الدنيا. بيشوفوا إنجاز بلادهم في التاريخ، وبيشوفوا إنجاز بلادهم في الحقيقة العصر اللي هم عايشين فيه، لأن هم هيشيلوا مسؤولية حماية الإنجازات دي. لما تشوف أفضل حزين في ختام الملتقى تم تنظيم حفلة ترفيهية للمشاركين فيه من شباب المناطق الحضرية الجديدة. عيش يا بلدي، عيش
عينك وملح الدهب يا بلدنا.